سل العلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. فإن حديثهم طب يداوي يبعث السلوى، وفقه الدين مشكاة يزيح الهم والبلوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فتاوى على الهواء، الذي نستقبل فيه تساؤلاتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة تباعا، صحبة ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس. حياك الله الشيخ وأهلا وسهلا. شيخنا، العبادة التي الآن يعني تشغل الناس ويتحدثون عنها كثيرا وتهمهم بعض أحكامها قبل أن نأخذ الاتصالات والرسائل، هي عبادة الحج. فنود في البداية أن ننوه على قضية الحكمة من هذه العبادة العظيمة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه العبادة يعني تهف إليها النفوس، لأنها هي مؤتمر عام للمسلمين لا يتكرر في العام مرتين. لكن قبل أن نتكلم عن ذلك، يعني لابد لنا من تعريف هذه العبادة حيث اللغة. حج يحج، حجا حج معناها قصد، فأي شيء تقصد حججت إليه. من هم من يحج إلى المعاصي، ومن هم من يحج إلى الطاعات. نعم، فإذا القضية قضية قصد، أن تتجه إليه وأن تتحرك له، هذا أصل الحج. لكن بالنسبة للمصطلح، هو الإسلام يعني أعطي كلمة الحج مصطلح خاص، مع أنه كان موجودا قبل الإسلام أيضا. يعني العرب يعرفون الحج، كانوا يحجون البيت، وكان احترام البيت قديم بطبيعة الحال، كان قديما، ولهم طقوس معينة يعني بعضها مخالف للشرع، منها أنهم يحجون عرايا، فيعني البرهان متاعهم أو حجتهم أن الملابس قد عصوا فيها ربهم، ولذلك يلزم التخلص منها في عند قضية شعيرة هذه العبادة. هم يحجون عرايا، وكانوا يصفرون ويصفقون. هذه كلها الأمور هذه يعني أنهاها الشارع الحكيم، فجعلها يعني بأركان معينة وبسنن معينة وبفضائل معينة. كما كان هناك أيضا يعني حج العرب، كان البيت مليئا بالأصنام عندما يعني اخترعوا هذه المسألة، واخترع لها أحدهم بناء على التقليد الأعمى، فجلب لهم هذه الأصنام ووضعوها في بيت الله الحرام، وكانوا يعني يتقربون بها. هما يعني لا يعتقدون ألوهيتها، ولكنهم يعتقدون أنها تقرب لله سبحانه وتعالى. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهكذا كانت طريقة العرب. نعم شيخ، هذه المقدمة تقودنا إلى الحديث عن قضية خصائص الحج في الإسلام. إذا كان هناك حج قبل الإسلام، حج في الجاهلية، فما هي الخاصية التي بني عليها هذا الحج وخصائص الحج في الإسلام عموما؟ هو الحج كما ذكرنا من ناحية الاصطلاح هو عبادة خاصة ذات إحرام وطواف
وسعي ووقوف بمكان معين اسمه عرفة. بالنسبة للحاجة اللي تخص يعني هذه العبادة عنها في الجاهلية مثلا، كما ذكرنا يعني قضية تطهير البيت أولا، قضية الأصنام قد كسرت والحمد لله تعالى، وقضية عدم الطواف وهم عرايا، بل ولا يطوفون إلا على طهارة يعني مائية أو ترابية كالصلاة تماما. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف صلاة، غير أن الكلام يباح فيه. نعم، فيعني هذه أهم أشياء يعني خصصها الإسلام وميزها عما كانت عليه في الجاهلية. نعم. طيب شيخ، الحكمة الأسمى من هذا، من هذه الشعيرة ومن هذا الاجتماع للمسلمين في هذه البقاع المطهرة؟ نعم، قلنا حتى في حلقات ماضية ذكرنا أن الإسلام حريص على أن يتتبع فيه الناس أخبار بعضهم بعضا، ويعني أن يتمكنوا من مساعدة من له مشكلة إلى آخره. وهذه المسألة تارة تتكرر في اليوم الواحد، وهي الصلوات، الصلوات في المسجد 5 مرات فيها اجتماع للناس وتتبع أخبارهم وأمورهم ومتابعة من يمرض ومن هو في حالة فقر إلى آخره. 5 مرات في اليوم يعني لأهل الحي الصغير، ثم تكبر المسألة وتتسع الدائرة أكبر في الأسبوع مرة أخرى وهو صلاة الجمعة. ولذلك كان حريص الإسلام على ألا تتعدد الجمعات. قد تحدثنا أعتقد في حلقة ماضية في رمضان عن هذه المسألة. كل ذلك لا لأن المساجد يعني تتأتى فيها الجمعات، لكن بشروط معينة حتى يجتمع أكبر عدد من أفراد المسلمين في هذه الشعيرة. وقلنا يعني يعرف بعضهم أخبار بعض ويتتبعها، فيساعد المسكين وصاحب المشكلة وينصر المظلوم إلى آخره، فيقومون بذلك على نطاق أوسع. ثم تتسع الدائرة أكثر فأكثر في قضية الأعياد، العيدين. الإسلام له عيدان، عيد الفطر وقد مضت، وعيد الأضحى وهي قادمة لمن أحياه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك الحين. فهذه تتسع الدائرة لأن المنطقة بأسرها، مناطق بأسرها عدة جمعات تجتمع. ولذلك كان الإسلام حريصا على أن تقام هذه الشعيرة في الصحراء. كانت الصحراء معناها خارج المساجد، الساحات يعني. الصحراء تقصد الآن حديقة الساحات، أما كان يطلق عليها الصحراء لخارج المسجد كلنا نسموه صحراء. صحراء نعم. والآن الصحراء أصبحت مصطلحا معينا. فالمهم تتسع الدائرة حتى تشمل عدة قبائل أو عدة مدن أو كذا يجتمعون في ساحة واحدة كما عبرتم. وأيضا يعني بخطبة واحدة وإمام واحد، ويتصل بعضهم بعض ويسأل بعضهم عن بعض إلى آخره، وتصير المعونة أكثر، وقضية تتبع الأخبار أكثر. ويعني الإسلام حريص على المسألة هذه، يعرف من المريض من الصحيح، من الفقير من الغني إلى آخره. فهذه القضية وفيها دعاء وفيها خيرات، موسم خيرات، وهذه المواسم هي فرص. زي ما عند الناس الماديين قضية المعارض والأسواق ينتهزون فرصة يعني وجودها في مدينة ما في وقت ما بتاريخ محدد، يعني كذلك الإسلام حريص على أن تكون هذه المواسم لكن لجلب الخيرات الأخروية. فيعني كل يملأ جعبته مما يريد. نعم. من ثم بعد ذلك تتسع الدائرة أكثر، المسلمين جميعا في قضية الحج.
هي أوسع مؤتمر للمسلمين. هذا أوسع مؤتمر، لا نعرف مؤتمرا أوسع منه. نعم. طيب شيخ، في قضية وجوب الحج كثير من الناس، يعني أنا أسأل سؤال عام وبعدين تندرج تحته بعض المسائل الخاصة. قضية وجوب الحج، على من يجب الحج؟ نعم، هو الحج بينه القرآن الكريم ولله في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي قراءات متواترة أخرى حج، نعم بكسر الحاء، قراءة نافع حج. بين القرآن على أن القضية قضية استطاعة، ولذلك الفقهاء يقولون يجب على أولا الاستطاعة، ضروري أنك كما في الاستطاعة ليس واجبا، والاستطاعة سنفصل فيها إن شاء الله. ويجب كذلك على الحر الرقيق، لا، والبالغ ما قبل البلوغ فلا يجب على غير البالغ. ويجب طبعا بالنسبة للإسلام، ليس شرط وجوب عند معظم العلماء، وهذه القضية تتصل وقلنا بمسألة أصولية، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم بأصولها فقط؟ عند الإمام مالك مخاطبون بالفروع، نعم، لكنها لا تصح منهم بدون إسلام. أيوة، لا تصح منهم بدون أن يدخلوا الإسلام، فلا بد أن يكون بالغا حرا ويعني ومسلما ضروري، لكن مش الوجوب، الصحة، حيث الصحة، نعم. والاستطاعة قلنا هذه عامة، نعم. لكن ما المقصود بالاستطاعة؟ الاستطاعة يقصدون بها أن يقدر الإنسان على الوصول إلى تلك الأماكن المقدسة ولو بمشقة، يعني لأن قلنا كررنا كم مرة قضية أن المشقة مرفوعة في الإسلام، لكن مش كل المشقات، العبادات كلها فيها مشقة. إذ لو استشيرت النفس العادية لركنت إلى الراحة ولا تريد حتى الصلاة، الصلاة التي معنا ليس فيها تعب أو غير ذلك، نعم. ذلك لو خيرنا النفس بين الاستلقاء وبين أن تصلي لاختارت الاستلقاء، لكن أشياء أخرى تحفزها إلى ذلك، وهي طلب الأجر ويعني وجود الجنة أمامها. فإذا المسألة الاستطاعة يعني ضرورية جدا، فإذا وجدت الاستطاعة مع الشروط الأخرى قلنا الحرية والبلوغ، والاستطاعة هذه قلنا بدنية ومادية، لكن أن البدن هو أهم شيء، فالمريض لا يجب عليه أن يذهب، ويعني الزمن إذا لم يجد من يعني يرفعه، الزمن يعني المريض مرض مزمن قد يذهب به، فنعم المريض مرض مزمن يعني، نعم، خصوصا اللي به إعاقة، نعم نعم. لكن إذا كان وجد من يذهب به إلى تلك الأماكن ولو بأجرة فإنه يجب عليه ذلك. هذه هي شروط الوجوب، نعم. في يعني يندرج تحت الاستطاعة قضية الاستدانة لغرض الحج، يعني الإنسان الذي يخشى فوات الحج عليه فدائما يدخل في القرعة هذه، أحيانا تأتيه القرعة وهو ليس عنده يعني مال فيستدين ويرجو السداد. وكأنكم أنت تتحدثون عن كان الظروف اللي في ليبيا، لكن هي بسرعة الفقهاء يتحدثون. أما مسألة الحج ميسر إذا وجدت الصحة وإذا وجدت المادة القليلة، نعم، ولو بالعمل، لأنهم لا يشترطون أن يكون عندك نقود مكدسة مثلا لهذا الغرض في هذا الموسم. ولذلك يقولون يعني يجب الحج على المسلم الذي له خدمة حتى في الطريق، خدمة هي يعني لا تشينه، نعم، لكنه يستطيع عن طريق التأجير إلى آخره أن يصل إلى ذلك المكان، يعني يرجو أن يجد مالا هناك. هذه المسألة الاستدانة التي تحدثتم عنها تقودنا إلى مسألة أخرى، وهي هل الحج واجب على الفور من توفرت شروطه، أو واجب على التأخير؟ هل على الفور أو التأخير؟ اختلف الناس في ذلك بين فريقين،
حتى المالكية أنفسهم نعم انقسموا فريقين، فريق يرى أن الحج واجب على الفوري متى ما توفرت الشروط يجب أن يذهب في أول موسم، ويعني فريق آخر يذهب إلى أنه واجب على التأخير لا على الفورية، لكنهم كلا القولين يتفقان على قضية عندما يضيق الوقت، أي إذا وصل عمر الإنسان إلى 60 فإن هذه الفريضة تصير على الفورية عاش قضية التأخير بعدها. نعم هو شيخ أيضا في الأسئلة التي أتتنا الآن على الرسائل النصية خلينا لا ما هو في هذا الموضوع في ذات الموضوع فأنا يعني أوفق بينهم فهو يحكي على قضية من عليه دين ويريد الحج الأولى أن يسدد دينه أم يذهب للحج. نعم هي قضية الاستدانة هذه التي تحدثتم عنها وسألتم عنها. نعم بالإمكان يعني الاستدانة لمن هو قادر على الرد، أما إذا كان يعرف لا يمكن أن يحصل له مبلغ يرد به هذا معناها يعني كأنه لا يريد أن يرد لصاحب الدين وصاحبه، ولذلك الحج ساقط عنا. نعم لكن إذا كان لديه ما يدفع هذا الدين عندما يرجعون يعني الأمور متيسرة، مقدمات البشرية هكذا يعني يستطيع أن يرد هذا الدين فلا بأس أن يستدين ويذهب، خصوصا كما ذكرتم في هذا الزمان الفرص لا تتكرر. القرعة هذه أحيانا خطوة القرعة وكذا نعم هذه لا تأتى دائما. لكن على كل حال ليس واجبا قضية الاستدانة إنما يمكنه أن يفعل ذلك. طيب السؤال هذا قضية أنه هو عليه دين ويريد الذهاب للحج وحصل على القرعة، فهل الأولى أن يذهب للحج أم يسدد دينه؟ إذا كان هو ما عنداش إلا الطريقة الواحدة، هذه قضية إمكانية. إذا كان بالإمكانية مقدمات اللي أمامه يستطيع أن يدفع هذا الدين بعد رجوعه وهو متسع في وقته غير مضيق، لأن الدين الأصل فيه أن يكون محدد الزمان، هذا الأصل. فإذا كان غير محدد أو صاحب يعني له اتساع في ذلك وأذن له في ذلك فإنه إمكانية. يأتي فريضة الحج ثم بعد ذلك يسدد الدين. أما إذا يخشى ألا يستطيع أن يرد الدين فالدين أولى بدفعه من قضية الحج، والحج ساقط عنه. طيب شيخ أيضا في قضية المال يعني يكثر السؤال على قضية من له مال الآن الحج أصبح بمبالغ كبيرة، فيقول عنده مال الآن لكن يخشى في قابل الأيام ألا يجد مالا ويقعد فقير يفتقر أو تصيبه الفاقة في قابل الأيام، فهل يعني ينفق هذا المال على الحج والرزق على الله كما دائما، والله يعني يضع شيء من هذه النقود يخزنها لغرض الزمن؟ هذه المسألة بعينها تحدث عنها الفقهاء المالكية بالذات، يعني قالوا يعني لا يضرب هذا الحساب إلا إذا يعني تيقن أو غلب على ظنه أن حتى للأهل نهل، هل يتركهم يعني بدون مال ويذهب بماله هذا الذي لديه إلى هذه الشعيرة؟ قالوا نعم يتركهم إلا إذا خشي عليهم الضيعة، إذا كان متأكد من أن يعني سيصيبهم الجوع والفاقة بحيث يهلكوا فإنه يعني يؤجل قضية الحج. نعم هو الشيخ يتفرع عليه أيضا سؤال أتى، هو قضية المال في البنك، يعني هو عنده مال يعني سيولة وعنده مال في البنك لا يستطيع التصرف فيه الآن، فهل يجب عليه الحج في هذه الحالة أم لا بالمال الموجود عنده المتوفر عنده والمال الآخر لا يستطيع الوصول إليه ربما في المدى القريب؟ هذه نفس السؤال الأول، هي قضية احنا هل يعني هو الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. قضية الأموال التي في البنك مع أنها لا تجدي نفعا الآن يعني ناس فقراء الآن لكن مش معنى الكلمة حيث يستطيع أن يستعمل الصك مثلا حتى في أخذ حاجات ضرورية والله ولو كان بمال زايد، فيعني المسألة ليست يقينية، ولذلك أرى أن يصرف أمواله في الحج في مثل هذه الحالة. نعم وينتظر هذه الأموال ممكن تطلع يعني في قابل الأيام. نعم هو ذلك. قضية شيخ المرأة
إذا لم تجد محرما هل تعتبر مستطيعة أم لا؟ المرأة يعني اشترط فيها المالكية أن زيادة على الاستطاعة البدنية والمالية. نعم، اشترطوا فيها أن يكون معها زوج أو محرم، لكنهم تساهلوا في مسألة الزوج والمحرم، فقالوا إذا كانت صرورة يعني ما حجتش قبل حجة الفريضة، الحجة الأولى الفريضة بالضبط. إذا كلمت حج حج الفريضة فإن وتوفرت يعني رفقة آمنة يعني من الرجال والنساء ومختلطين كذلك، والحال أن المرأة نفسها ثقة غير فاسقة وغير كذا، فيعني يمكنها، فواجب عليها الحج مع هذه الرفقة الآمنة وليس شرطا الزوج أو هذا في الحج الأول. أيوة. لكن في البقية التطوع. لا يصح إلا أن في حج التطوع لا يصح إلا بالمحرم. لا التطوع لا بالعكس، هو التطوع المفروض حتى الصدقات في أزمنة معينة أولى منه. نعم مش قضية. طيب شيخ، في قضية المحرم ما عمر المحرم الذي يصح السفر معه بالنسبة للمرأة؟ العمر كم يكون؟ لا أرى، لا ما رأيت شيئا للفقهاء في السن معينة، لكن الذي يعتقده هي قضية سن التمييز. إذا وجد يعني واحد يعرف نعم يعني المرأة هذه ومصلحتها وما إلى ذلك فينفع في مثل هذا الأمر. أما إذا كان لا غير مميز فكأن لم يكن يعني. نعم. طيب شيخ، في بعض الأسئلة وصلتنا في الرسائل النصية، أحد الإخوة يقول أدى مناسك العمرة 3 مرات ويلبس مع إحرامه مع الإزار يلبس حزام فوقه يعني مثل السير هذا وكذا. نعم. فيسأل عن حكم هذا الإحرام. المالكية يعني فرقوا بين قضية ما فوق الإزار وما تحته. ما تحت الإزار على الجلد يعني على الجلد جائز إذا كان لحفظ النفقة نفقته هو، ويجوز أن يلحق بها نفقة غيره أي مع نفقته، لكن الأصل فيها أنه لبس ذلك لحفظ نفقته. هذا إذا لبسه على الجلد لا فدية فيه، وإذا لبسه على الإحرامات فإن فيه الفدية عند المالكية. نعم. يعني الأصل أن يلبس على الجلد لا يلبسه فوق. نعم. الإحرام. نعم. لكن إذا لبسه فوق الإحرام فعليه الفدية. نعم. طيب بس شيخ، هذه المسألة تتكرر كثيرا وبعض الناس يعني ما عندهمش علم بهذا الشيء فتمضي على عمرته يعني فترة طويلة، هل تجب عليه الفدية حتى هذه المسألة بعد؟ هذه المسألة إذا كان هو أسأل يعني فقهاء المنطقة وهذه مسألة جرنا ديما لقضية الإفتاء، قلنا إحنا الإفتاء هذا أنت ما تستفتي عندما تكون في بلد علماء البلد، فإذا كانوا مالكية سيفتونك على ذلك وكانوا حنابلة كذلك إلى آخره. فإذا سأل العلماء مش واحد ماشي مع الشارع كما يفعل كثير من الناس يقول الله أنا سألت من، فإن سأل علماء البلد وافتوه بمذهب آخر على أساس أن هذا الأمر لا فدية فيه فلا شيء عليه تنتهي. وإذا كان هكذا عمل ذلك جهلا فقط القضية أو قصر في السؤال يعني إذا قصر في السؤال أو قصر في السؤال الفدية سهلة، هي يبعثها إلى مكة هو الفدية عفوا يعني يستطيع أن يدفعها حتى في بلده. كم هي؟ مش هدي هدي. مش هدي فدية. الهدي لابد لهم مكة. كم تكون الفدية؟ أو منا. لكن بالنسبة للفدية يستطيع أن يفعلها في أي مكان. نعم. كم مقدارها يكون؟ فدية هي الفدية يعني ستكون فيها تفاصيل. لأن الفدية 3 أنواع وهي على التخير. فإما أن تكون يعني نسكا والنسك شاه فما فوق، واختلف الناس هل الأفضل يعني شاه من الضان كما في الأضحية عند المالكية أو يعني البقر أو الإبل، انقسم فيها المذهب قسمين متساويين، بعضهم رجح مثل الضحايا على أساس شاه من يعني من الضان أفضل، ثم بعد ذلك المعز، ثم بعد ذلك البقر، ثم بعد ذلك الإبل، ومنهم من قال إنها مثل الهدايا
فتأتي بالعكس، يعني الإبل أفضل ثم البقر ثم الماعز ثم الضان. وذلك سببه هو الاختلاف في هل المقصود بذلك كثرة اللحم أم طيبه. فمن نظر إلى الطيب رأى أن الترتيب زي الضحايا، ومن نظر إلى قدر كثرة اللحم للفقراء رأى المسألة مثل الهدايا زي ما هدي الإبل ثم البقر ثم نعم الغنم ثم المعز. نعم هذا النسك، هذا بالنسبة للنسك. بالنسبة للنسك عندنا بعد ذلك يعني الإطعام، إطعام ستة مساكين. إطعام ستة مساكين مدان لكل مسكين، والمد معروف تحدثنا عنه كم مرة. نعم مدان يعني نصف فترة، نصف فترة لكل مسكين من غالب قوت البلد زي الفترة. نعم من غالب قوت البلد. نعم هل يجزي في ذلك يعني غذاء وعشاء أو غذاءان أو عشاءان؟ لا، يعني جمهور العلماء عندهم لا، لابد من الطعام. وعندنا الثالث الاختيارات وهي قضية يعني صيام ثلاثة أيام، ثلاثة أيام زائد سبعة. نعم عشرة، لكن أيام. هذا خلاص اللي يروح لبلاده ماشي يستطيع. لا ليش لا يمكن يعني. نعم نعم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. نعم نعم نعم. طيب شيخ نستاذنك نأخذ الاتصال معنا من طرابلس. أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ أحمد. بارك الله فيكم كل شيء، بارك الله في الشيخ ونفع الله بعلمه وفيك ويحفظه ان شاء الله. اللهم امين. انا سؤال للشيخ. تفضل. انا يعني فني في طريقات، فني تركيب صحون وامور زي يعني. ممكن بعض الاحيان ان تركب الزبون يعني ممكن يحتاج اجراف او خيط وكذا، نمشي يعني نشتريها بمالي مطمئن بحالها لكن فيها زيادة تمن، يبي نعرف يعني خط معها، هذه يعني تخش في بند بيع ما لا تملك ومرزيات يعني. يعني أنت تشتري هذه النواقص من مالك وتحسبها عليه بثمن أغلى شوية. أيوة بالضبط، يعني هو يكون محتاجها يعني نمشي نشتريها بمالي مطمئن بحالها لكن فيها زيادة قليل. أنت تحسبها له من ضمن السعر الكامل لعمل اليد وكذا؟ لا بروحها. هذه بروحها وهذه بروحها. طيب ايوه بالضبط. ان شاء الله يجاوبك الشيخ باذن الله. فمفهوم سؤالي. مفهوم ان شاء الله باذن الله. طيب شيخ، حتى يعني ننتهي من قضيه مقدمات الحج، بعض الناس يسالون عن حكم الزياده على المره، يعني الحج اكثر من مره، هل هو مكروه؟ هل هو يعني يعتبر سنه؟ هل هو هذا السؤال يعني عام ويعتمد على قضية ظروف الناس وظروف البيئات وما إلى ذلك. والأصل في الحج أن ثوابه عظيم لا شك في ذلك، وقد وردت أحاديث تبين لنا يعني أنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، معنى ذلك أن يعني الذنوب تساقطت، ولا شك أن عبادة تساقط فيها الذنوب، خصوصا وأن الله سبحانه وتعالى يوم عرفة يباهي بالقوم الواقفين الملائكة. نعم وينهي المسألة بأني قد غفرت لكم. فقضية ما سهلة، لكن القضية قضية ترتبات وأولويات. يعني الحج المتكرر هذا هو أولا، بعض الناس قالوا يعني بين الحجرة والأخرى المفروض يكون بينهما خمس سنوات. خمس سنوات، لكن على كل حال يجوز حتى كل سنة. لكن نحكي عليه إذا وجد فقراء معوزين يعني يكاد يقتلهم الجوع أو لا كساء لهم إلى آخره، يعني أولى الذهاب إلى الحج أو العمرة أو تكرارها أو إعطاء هؤلاء. لا شك أن إعطاء هؤلاء الناس الأفضل، إعطاء هؤلاء حاجتهم وفقاتهم أولى بكثير من مسألة الحج. نعم هو عبد الله بن مبارك قصته مشهورة، قضية عندما كان ذاهبا للحج ووجد امرأة تبحث في الزبالة القمامة
تبحث عن أشياء تأكلها هي وأطفالها، تحل أطفال. ولما عرف حالها دفع إليها الصرة التي كان سينفقها في الحج، وقال هذا حجنا لهذا العام، سبحان ورجع. الله. نعم سبحان الله. الرجل يعرف أن هذا أولى من ثواب أعظم بكثير من قضية الذهاب إلى الحج، لأن الذهاب إلى الحج يعني الفائدة بتاعها خاصة بالشخص نفسه، يعني قاصرة، فائدته قاصرة. وأما إعطاء الفقير وسد خلته فهي مسألة يعني تتعدى الشخص، متعدية. ولا شك أن ثواب الصدقة المتعدية والعبادة المتعدية أفضل بكثير من العبادة الخاصة، خصوصا ونحن نتحدث عن من حج من قبل. نعم. طيب شيخ، نستأذنك في الذهاب إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نستقبل بعده اتصالاتكم ونجيب عن الأسئلة التي وردتنا عبر الرسائل النصية، كونوا معنا. فقه الدين مشكات يزيح الهم والبلوى. كان السيد سعيد أول سلاطين زنجبار، وقد ولد في إحدى قرى عمان، ثم خلف والده سلطان عمان في حكمه. أن سلطان زنجبار قدم أصلا إلى الجزيرة لأن السكان المحليين طلبوا منه المساعدة في دحر البرتغاليين. وقع السيد برغاش على المعاهدة في يونيو 73 800 ألف، وفي نفس اليوم أغلقت سوق العبيد في زنجبار، جعل أهل البلاد يسمونه ببيت العجائب. إننا نبحث عن الخنادق التي أحرق فيها العرب حتى الموت. عندما حكم العرب زنجبار كانت هذه الجزيرة مركزا للتجارة. وثائقيات زنجبار يأتيكم في الأوقات التالية. محمد بجحيم مؤجل، ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. من الفتى الكريم؟ عمر بن الخطاب. فقه الدين مشكات يزيح الهم والبلوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. شيخنا، تبقى مسألة تريد أن تنبه عليها قبل أن نشرح في الإجابة عن الأسئلة. نعم، بالنسبة لي لمن يريد الحج أو العمرة، المسألة يسيرة يعني سهلة. هي قضية أن يجلس إلى أحد يعلم ذلك فيسأله، والقضية ما تعداش دقائق حتى يعرف الحكم في حجه هذا. هذا في النسبة للإنسان المسرع والذي ليس لديه وقت كبير، والعمرة لا تحتاج أكثر من 5 دقائق حتى يتعرف الإنسان على حكمها من جديد. لكن يعني هذه المسألة أيضا مفروض أن الدول تخصص، يعني هذه كانت موجودة. كان احنا عندنا الشيخ مصطفى التريكي رحمة الله عليه، أخصص له برنامج
في التلفزة، ومعه أيضا تجسيم للشعائر، يعني فيري الناس كيف يحرمون وكيف يطوفون وكيف يسعون وكيف يقفون بعرفة إلى آخره، وحدود معينة مرسومة ينقلها من مكان إلى مكان إلى آخره. فاستفاد الناس كثيرا من المسألة هذه، ثم بعد ذلك انزاحت وأصبح الناس لا يهمهم هذا. يعني أنا شخصيا أعرف بعض الناس لا يعرفون شيئا عن الحج أصلا، بل سمع من الناس يعني ذاهبون فذهب معهم يتعلم المناسك هناك ولا يتعلم شيء، يرى الناس يفعلون فيفعلون فيفعل، وهذه خطأ كبير جدا. قضية ما تتعلقش إلا بوقت قصير، يعني إما أن تستفتي فيه أحد العالمين بذلك، وإما أن تنصت إلى درس يفصل ذلك. نعم، والمسألة نعم. يعني هو واجب على الشخص الذي ينوي الحج أن يستفتي وأن يسأل وأن يتعلم هذه الشعيرة مثل تعلمه للصلاة والزكاة. هذه قضية عامة، هي قضية قاعدة عامة. يعني هو لا يجوز لمسلم أن يقدم على عمل شيء حتى يعلم حكم الله فيه. صورة عامة. إذا كنت أنت بتحج لازم تعرف الحج، إذا كنت أنت الصلاة لازم تعلم الصلاة، إذا كان بلغت وتصلي كذلك، إذا اقترب رمضان لأول مرة بعد البلوغ لابد أن تعرف أحكامه رمضان الصيام. وكذلك إذا لم يكن لديك مال ثم صار لديك مال بلغ الحول والنصاب، لابد أن تستفسر عن ذلك وأن تتعلم أحكام الزكاة. فالفقير المتقع ليس عليه أن يعرف أحكام الزكاة، لكن إذا كان صار عنده مال لازم يعني. عنده مال لابد له من أن يتعلم زكاة، وهكذا من وجب عليه الحج أو سنة في حقه العمرة يجب عليه أن يتعلم أحكامها. وكذلك إذا زاول التجارة، أما واحد جالس في بيته قبيع في بيته لا شيء عليه، أما إذا دخل السوق ليتعامل لابد من فقه المعاملات. ولذلك كان الصحابة يمرون على الناس في الأسواق فيسألون، يعني يتحرون قضية من الذي يعرف حكم الشرع في مسألة ما هو فيه، ومن لا يعلمها فيقيمه من السوق. نعم، هكذا الأمور كانت شرعية، يعني الناس تهتم بأمر دينها وتسأل عنه. نعم، أما الآن لا، الإنسان العادي هو مهتم بذلك ولا الحكومات يهمها ذلك. نعم. طيب شيخ، نجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلينا عبر رسائل نصير. نبدأ بسؤال الأخ أحمد من طرابلس، يقول هو فني تركيب صحون، فأحيانا ينقص بعض الأشياء عند من يعمل عندهم فيذهب يشتريها من السوق ويبيعها لهم بسعر أعلى، يعني يربح في هذه الأشياء التي يشتريها هو من السوق ويبيعها لهم بسعر أعلى، فيقول هل يدخل هذا يعني في بيع ما لا أملك أو هل فيه شيء حرام؟ هذه القضية تعتمد على مسألة العقد الذي بينه وبين هذه الشركة وهذه الجماعة وهذا المجر إلى آخره. هو على البيوت، يعني يذهب إلى بيت الناس مثلا يكون عندهم ناقص بعض الأشياء التي يحتاجه هو في مثلا تصليح الصحن أو توصيل أشياء معينة، فيذهب يشتريها ويبيعها لهم بسعر أعلى. لا، هذه ما فيهاش بس. نعم، طالما هو دخلت ملكيته وباعها وهي على ملكه. نعم، ما فيهاش بس. ما فيهاش بس. نعم. أحد الإخوة يسأل أيضا في الرسائل النصية، يقول ما حكم تحويل صك لصاحب دكان مع زيادة 40%؟ هذا السؤال هذا تكرر كم مرة، وقلنا إحنا يجوز بيع البضاعة بقضية صك أكثر من ثمنها المعتاد. نعم، ولم يحدد في ذلك نسبة معينة، ولكن نصحنا التجار يعني عدم يعني قضية الانتهاز فرصة احتياج الناس وكذا. فمسألة الأجر راهي مسألة مهمة، والدنيا هذه ستغادرها بعد قليل. نعم. أحد الإخوة يسأل يقول وجد غنما تائهة فماذا يصنع بها؟ يعني لقى غنم لا يدري من صاحبها تائهة. هذه من قبيل اللقطة. نعم، هذه تعتمد على قضية وجدها أين، هل هي في مدينة ولا في قرية وإلا في صحراء إلى آخره، يعني مختلفة المسألة. يعني إذا وهل يخاف عليها، ويخاف عليها الغنم بطبيعة الحال في مناطق معينة في الصحراء وغيرها،
هي قد في الحديث حين ورد أن الإبل لا يلتقطها ما لك ولها مع حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر لأن الإبل تستطيع العيش حتى يأتيها ربها. فهذه لقطة إذا كان هو يعني خاف عليها حتى من السراق والله من غير الناس لا يخافون الله سبحانه وتعالى فيحميها نعم ويفتش عن صاحبها يسأل عنها وبعد ذلك يعطيها إياه وإذا صرف عليها شيئا أنفق عليها شيئا فإنه يطلبه من ربها. قضية أحد الإخوة يسأل عن قضية الآن امتحانات الشهادة الثانوية وكذا فيقول يريد من الشيخ توجيه لقضية الغش ومساعدة بعض المعلمين الطلاب في الغش وتسريب بعض الامتحانات. والله حكينا عليها كم مرة هي هذه القضية يعرفها المعلمون والمدرسون ويعرفها الطلاب كذلك. إذا كنت أنت تطلب العلم لتكون عالما وليستفيد منك المجتمع المسلم في تخصصك قضية الغش هذا ما يصلح أبدا لأن الغش معناها إيه؟ الحصول على شهادة وأنت لا تساوي علمها وهذه ما صح أبدا إلا عنوان هذا لا أكثر ولا أقل. كانك حطيت على سبورة لحاجة أنا عندي شهادة الفلانية وأنت لا تستحق ذلك. القضية قضية ماذا قدمت للمجتمع المسلم وهذه لا تأتى بالغش أبدا لابد من بذل المجهود. وفي الحياة العامة ستظهر قضية الفرق بين من غش وبين من لم يغش. نضبط منذ زمن يمكن من تعب منذ 40 عاما أو 30 عاما أو شيء من هالقبيل يعني كان في مدرسة في المنطقة متاعنا كانت متشددة وكانت الامتحانات على أحسن ما يرام ولذلك نجح الناس ولكن ليست بنسب عالية درجات مرتفعة جدا. فحدث أن طلبت الدولة يعني بعض الخريجين للشهادة الثانوية ليدرسون في الخارج وقدم طلب من هؤلاء وقدم طلبة آخرون من مدارس أخرى كانت قد غشت أو أعطيت طلبة درجات بدون مستوى معين. فالذي حدث بعد أشهر رجع هؤلاء الذين نجحوا بامتيازات وصمد هؤلاء الذين كانت ترتيبهم لا كزملائهم. فالمسألة مسألة مش غش يعني العلم دائما بالفائدة متاعها بما حصلت منه وليس بالغش. نعم وإلا فستكون كما وصف القرآن الكريم كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم أحد الإخوة يسأل يقول السلام عليكم عندي ذهب بلغ النصاب لكن الذهب مختلف العيارات 24 21 18 وكل عيار له سعر خاص كيف تكون زكاته؟ هو الزكاة الأصل فيها أن يخرج ذهبا من عيار ال 24 طلع 24 من عيار ال 18 طلع من عيار ال 18 النسبة المئوية متاعها 2.5% هذا الأصل. لكن إن أراد أن يدفع بدله عملة ليبية فسيحول الذهب هذا الذي سيعطيه الفقير هذا الأصل فيه سيشتري الفقير مثله من تاجر. ماذا يفعل؟ يسأل التجار كم يساوي العيار هذا؟ جرام اثنين منا إلى آخره الواجب عليه في الزكاة يحول من قضية ذهب إلى قضية عملة هتنتهي المسألة. لكن هو نصابه يحسب جميعا سويا ولو احنا المهم النصاب وصل للنصاب لكن بعد ذلك في الإخراج ستخرج ماذا أنت؟ ستخرج النسبة من كل نوع. هذا مثاله حتى يتضح أكثر مثاله الذهب والفضة. الذهب أن 20 مثقال 20 دينار ذهبي والفضة 200 درهم والنصاب يعني من مجموعهما ينفع. لكن كيف ذلك بالنسبة يعني إذا وجد 10 دنانير ذهبا 10 مثاقيل ذهبا و100 درهم فضة يعني نصف نصاب الذهب ونصف الفضة نعم هذا يعتبر عند النصاب. لكن في الإخراج ماذا سيفعل؟
سيخرج عن الذهب ذهبا وعن الفضة فضة. تماما مع الفضة فضة. طيب شيخ، السؤال السابق اللي أجبنا عليه قضية الحزام، الأخ يسأل يقول الحزام الذي لبسه على الجلد، لكن كان في الحزام خياطة، يعني خيوط ظاهرة، فيسأل عن حكمه. لا تأترس. نعم، الخياطة اللي هي الخياطة الممنوعة هي أن يلبس شيء مخيط زي القميص هذا لأمامنا الآن، قميص هكذا تضعه في جسمك إلى آخره، لكن لنفرض أن القميص هذا اللي لابسانه الآن يعني مخيط الآن، تحزمت فيه أو أدليته على كتفي أو غير ذلك في حجنا ومرة شيء في ذلك، مش الخياطة نفسها الممنوعة. شنو الممنوع؟ الممنوع أن تدخلها جسمك، الخياطة نفسها شيء مخيط نعم يحيط بك، الإحاطة بالعضو يعني ممنوعة. أيوة. أحد الإخوة يقول بعد انقضاء صلاة الجمعة هل يوجد حديث للرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يوجد صلاة بعدها، يعني الركعتين اللي بعد الظهر؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، الذي أعرفه أن الصلاة النافلة يعني في بعد الجمعة في المسجد مكروهة، مش ممنوعة، ليست حراما، ولكن في المسجد مكروهة. في المسجد مكروهة. أما بعد، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة تنفلا، وإنما يصلي هذه النافلة بعد أن يرجع إلى بيته، ولذلك البخاري ترجم لذلك نعم أنه لا يصلى في المسجد بعد ذلك النافلة، يصلي في بيته، وإنما يصلي في البيت. نعم. أحد الإخوة أيضا يسأل يقول صديق مسافر منذ 8 سنوات ولم يرجع إلى ليبيا إلى الآن، ولديه ذهب عيار 18 مخزن لدى صديق له ولم يستخرج عليه زكاة طيلة 8 سنوات، وهو الآن يريد إخراج الزكاة، كيف يتم له ذلك مع العلم أن الذهب مخزن وليس للاستعمال؟ هو الذهب هذا إذا كان بلغ نصابا عليه الزكاة، لأن كما ذكر مش ليس ذهب زينة ولا تحل به المرأة، لذلك عليه الزكاة. هو كان المفروض أن يوكل إلى هذا الأمر إلى صاحبه الذي خزنه عنده أو أودعه إياه، لكن على كل حال حتى الآن بالإمكان إخراج الزكاة، وذلك بحسبان كل سنة يعني كم كان، ثم بعد لا ينقص كأننا أخرجنا منه، يعني لنفرض أن 100 جرام كان وأخرجنا منه، ثم أخرجنا شيء، إحنا قاعدين في السنة الثامنة وأردنا أن نخرجه، أخرجنا 2.5% الآن، معنى ذلك أن الذهب نقص. السنة اللي بعدها ما عادش تحسب 100 جرام، تحسب 100 ناقصة إيش الذي أخرجنا أو الذي افترضنا أنه أخرجناه، وما أخرجنا شيء إحنا. فكل سنة تنقص المسألة، فإذا نقص عن النصاب خلاص ما عادش بعدها. وفي الأخير حينقص 20% مع السنة هذه، حينقص تقريبا 20% أو 10% خلال السنوات. ينقص 2.5% كل سنة يعني. كل سنة يعني. نعم مظبوط. أحد الإخوة أيضا يسأل عن البيع والشراء بالصك مع زيادة، نفس السؤال السابق. سؤال آخر يقول أنا طلقت امرأتي 3 مرات غير متصلة وفي حالة غضب، يعني كلامه مش واضح، يعني في كل مرة يعيدها، ويقول إنه هو طلق 3 مرات في حالة غضب. محالة الغضب هذه لا تصلح أبدا، إلا لابد أن ننبه الناس على أن الغضب الذي يتحدث عنه العلماء بأن الطلاق لا يقع فيه هو الغضب الذي يسيطر على صاحبه، يصيره كالمجنون بحيث لا يعي ما حوله. وفقهانا القدامى يقولون لا يفرق صاحبه بين الرجل والمرأة ولا بين الأرض والسماء، هذه هل يصل إليها هذا الشخص هكذا إلا إذا كان أغمي عليه أو كذا صارت لحالة صرع، أما الباقية من الذي يطلق في حالة رضا؟ مفيش حد، كله يطلق في حالة غضب، ولذلك الطلاق يقع. وهذه طالما هي يعني 3 مرات متفرقات، في حد يقول بأنها كانها حتى في دفعة واحدة، بعض الناس يتساهلون فيقولون أنها تعتبر طلقة واحدة. نعم الله المستعان. طيب شيخ، نأخذ اتصال معنا الأخ عبد الصمد من غريان. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت بالنصر للشيخ. تفضل.
نبو شروط عملية الحقن المجهري. أنا متجوز منذ 8 سنوات ولم يرزقني الله بأطفال. طيب يجاوبك الشيخ إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله. تفضل في سؤال أخرى. بارك الله فيك. وفيك إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب شيخ نجيب على سؤال الأخ عبد الصمد من غريان يقول شروط عملية الحقن المجهري، يقول هو متزوج من 3 سنوات ولم يرزقه الله بأولاد، فشن شروط هذه العملية؟ هو المجامع درست هذه المسألة، المجامع الفقهية ويعني وضعت شروطا لذلك. هي مسألة يعني التأكد، وأهم حاجة في القضية هذه كلها الثقة، هل فعلا يعني الحيوان المنوي أخذ من الزوج نفسه ولم يختلط بغيره، والبويضة أخذت من الأنثى الزوجة ولم تختلط بغيرها، وتمت العملية كلها دون أن تختلط بأمور أخرى. إذا كان هو التأكد تحت مراقبة شديدة من أطباء يخافون الله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك. نعم. يعني الشرط الوحيد أن يكون هناك ثقة في هذه المسألة. نعم. أنها من نعم. من زوجين. نعم. نعم. أحد الأسئلة أيضا في الرسائل النصية يقول هل الصلاة في البيت لا تصح إذا كان المرء جارا للمسجد؟ لا الصلاة صحيحة، ولكن ثوابها ضئيل. نعم، ينقصها الثواب الكثير. وقلنا إن الحديث يفرق بين قضية الجماعة، والجماعة قال ابن حجر المراد بها المسجد هنا 27 درجة، بينما صلاة الفرد وحده تعتبر في درجة واحدة. الفرق ضخم جدا بينهما، فمن يرضى لنفسه أجرا ضئيلا والعمل هو هو. نعم، نفس العمل هي هي. نعم. طيب شيخ معنا الأم محمد من بنغازي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أخت أم محمد. معلش نبي نسأل على ناس دكتور يعالج، بس هو مش هنا مش في ليبيا، يعالج بالطب النبوي لكن ما يخلش له في اسم الأم. كيف يعالج؟ من اللي يعالج بالطب النبوي؟ لكن هو دكتور مش في ليبيا هنا. نعم. يعالج بالطب النبوي، وهو أنا بس أنا شاك، أنا بخايفة إنه يعالج يبعد فيه مثلا حاجة شرك ولا لك. هو لكن هو ما يغطش في اسم الأم ولا شيء، ما يغطش حاجة كده يعني. نعم. لكن في حاجة واحدة بس مرة صارت عالجة حالة قدامي، تفرج عين حالة عالج حالة قدامي، هي عرف حاجة مش ما قالتهاش المرأة، ما قالتهاش ما دوستهاش يعني. عرف شيء وهي لم تقل عليه. هي لم أيوه. تمام بس. طيب يجاوبك شيخ شان. بسمة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما فيش أخت بسمة. السلام عليكم. السلام عليكم. ما فيش صوت عندي. خلاص نجاوبه. شيخ أم محمد مغازي تقول طبيب ليس من ليبيا يعالج بالطب النبوي كما قالت، ولا يأخذ اسم الأم، يعني مش يعني كانت تقول إنه مش ساحر، يعني لا يأخذ اسم الأم لكن يعالج بالطب النبوي، تخاف إنه يكون في علاجه يعني ماذا؟ النبوي. نبوي. نعم. ولا يأخذ اسم الأم، وتقول إنه يعني تخاف إنه يكون في مثلا شرك أو سحر أو شيء من هذا القبيل. قالت لي أن مرة عالج حالة أمامها فقال لها شيئا لم تقل عليه، يعني قال لها حاجة هو ما يعرفهاش يعني. هذه مشكل. هذه قضية احنا لا نعلمها، وإنما يعلمها صاحب الشأن. إذا كان هو يعالج بالقرآن أو بعض الأحاديث والأدعية، لا شك في ذلك، في لبس بشروط معينة، المرأة يعني مستورة الجسم إلى آخرها ومعها محرم. وإذا كان يعني يلقي بعض الكلمات المبهمة غير مفهومة، الإمام مالك أجاب عن ذلك، قال وما يدريك أنها كفر. فشيء قضية خوف يعني. نعم، الأصل إذا كان في حاجة مش مفهومة أن يبتعد عنها. نعم. معنا الأخ خميس من سلوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. مرحبا، تفضل أخ خميس. كيف الحال؟ عندي سؤال معلش. تفضل. حكم أنا فرست على برنامج فترة فاتت، وأن الشيخ قال فيها أن الإفطار أو الإمساك قبل
هذا الحجر، لكن في مسائل ومسألة الملكية أن الممسكية هذه الممسكية تكون قبل الأذان فترة، وهو يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا أفطر الصائم، وهذا الحديث صحيح صححه أهل العلم. نعم. والسؤال الثاني قول الشيخ قال الشيخ في حلقة من الحلقات وهو قبل قليل أن مسألة الطلاق عند المالكية تقع في ثلاث طلقات في مرة واحدة تقع، وعندنا إحنا ما يخبش به قول المالكية، يأخذ بقول عندنا نحن من الآخرين. مذهب ليبيا ومذهب مالك صحيح ولا لا؟ نعم. وفي مسائل كثيرة نخالف المذهب المالكي ونذهب تقصد أنت الآخرين. تقصد أنت القضاء ولا تقصد بعض المشايخ في ليبيا؟ في نفس هيئة الإفتاء التابعة لطرابلس وتأخذ في قول المالكي في بعض الأقاويل وتترك فيه في مسألة واضح سؤال أو بدعة المولد أو في مسألة واضح سؤالك الطلاق أو في مسألة زكاة الفطرة نخالف المذهب المالكي في هذا القول عرض واضح حكينا عليه مذهب أخ خميس قضية زكاة الفطر وهل هي موجودة في المذهب المالكي أم لا تحدثنا عنها في حلقة كاملة في رمضان ممكن ترجع لها ونجاوبك إن شاء الله على سؤالك الآخر بإذن الله واضحة الفكرة شيخنا كم معي وقتنا 4 دقائق الشيخ خميس يسأل عن حكم الإمساك يقول أفتيتم في رمضان بأن الإمساك يكون قبل أذان الفجر بفترة احتياطا قال لكن في حديث صحيح يقول أن قضية الإمساك هذا مش واردة في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا وإذا أدبر الليل منها هنا وأقبل الصبح منها هنا فيقول كيف يتكيف الحديث مع الفتوى بأن يجب أو ينبغي الإمساك قبل أذان الفجر هو الموضوع واحد هو لا يتصل بالإمساك موضوع الحديث وإنما تحدثنا عن قضية الناس الذين يسارعون بالإفطار حتى قبل مغيب الشمس أو عند مغيبها تماما هذا ذكرنا الحديث هذا قلنا الحديث حدد المسألة بقضية إقبال الليل وإدبار النهار معنى ذلك أن فيه نوع من الظلام دخل مش وإلا فقال راه إذا أدبر النهار فأفطروا لكن هو أربطها بشيئين نعم مجيء الصبح وذهاب لا هذه في قضية نحكي على الإفطار وأما الإمساك فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن الأكل قبل الفجر ب50 آية إذن يعني باب الحيطة باب الحيطة نعم. إذن احنا في كلامنا الأول قاعدين نعم أيوة من معي الفرجان من طرابلس السلام عليكم أستاذ الكريم أنا عندي سؤال سريع تفضل يا أخي سؤالي هو طبعا أنا يعني أرغب في دفع مؤخر الصداقة بتاعي ذهب عرفت يعني عيني ذهب مؤخر الصداقة طيب أوكي تمام لكن طبعا أنت عارف طبعا انعدام السيولة في الوقت الحالي أصبح الأمر يعني شبه مستحيل لشراء الذهب في الوقت الحالي ما هو الحل يعني ما هو الحل أنت الآن مطالب أنك أنت تدفع مؤخر الصداقة اي انا اصلا بدي ادفع يعني لكن بدي ادفع ذهب بعد طيب لكن معش يعني نقصد انت عارف قصه السيوله في البلاد معش نقدر نشري يعني يجاوبك الشيخ ان شاء الله باذن الله تعالى شكرا طيب شيخ قضيه الأخ خميس أيضا من السلوك يقول قضية الثلاث طلقات في مجلس واحد يعني تعتبر ثلاث طلقات أفتيتم بذلك قضية يقول يعني أخذا بقول المالكية في وحدين لا يفتوا بغير هذا فيقول كيف نحن نأخذ بمذهب المالكية أحيانا ونتركه أحيانا والله ماذا أفعل أنا سؤال لي يعني هو يقول بعض العلماء يقولوا نحن مع المالكية لكن أحيانا يخالفون ما ذكرناها احنا كم مرة وأن هؤلاء القوم الذين يعني هم مش يخالفون في كل شيء إلا إذا أعجبهم شيء معين موافق لما في أذهانهم فإنهم يرفعون راية المالكية تكلمنا عن ذلك وقلنا بعض الناس استعمل حتى قضية المكتبات تحدثنا عن ذلك وقلنا بعض الناس يكتبون على لافتة كبيرة
مكتبة الإمام مالك ربما رضي الله عنه، لكن ما فيها شيء، وداخلها لا يوجد لا مالك ولا شافعي. الله المستعان. طيب شيخ الأخ الفرجان من طرابلس يقول على يدفع مؤخر الصدار، ثم بعد ذلك تعقيبا على ما ذكرنا قضية الطلاق الثلاث يقع، يعني ليس خاص بالمالكية رأي الأئمة كلهم، لا هي كلهم نعم يفعلون ذلك، حتى كبار العلماء، ليس كبار العلماء في 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 مجلتهم رسمي أحد الأعداد متاعها، لجنة كبار العلماء السعودية 180 صفحة خصصت لهذا الأمر، وبحثت وقدم فيها يعني مباحث طويلة جدا، وفي الأخير صوتوا على أنها تقع ثلاثا. طيب شيخ يعني الوقت انتهى، لكن نجيب سريعا على سؤال الأخ الفرجان من طرابلس، يقول ذهب مؤخر بيدفع مؤخر الصداق ذهبا، ويقول الآن الظروف لا تسمح بنقص السيولة وكذا، فكيف في ماذا يصل غالب إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب شيخ الدين هو هذا. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك ونفع بعلمك، إن شاء الله نلتقي في الجمعة القادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل العلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى، فإن حديثهم طب يداوي يبعث السلوى، وفقه الدين مشكاة يزيح الهم والبلوى.